تعالوا بنا نتأمل أكبر مشاكل العصر التي يعيشها الناس في العالم اليوم انبنت على ماذا؟ أكبر الحروب التي أهرقت فيها الدماء اليوم في الأرض، ما أصلها؟ ما مبناها إذا فتشنا ورجعنا إلى الوراء قليلا؟ النزاعات الشديدة بين الناس اليوم التي يعيشها الناس، النزاعات بين الدول، بين الشعب الواحد في الدولة الواحدة، بين المجتمع أصحاب الحي الواحد، بين الأسرة، الأقارب والأرحام وقطيعة الرحم وما يترتب عليها، بين العاملين في المجال الواحد. تعالوا في البيت الواحد، في الأسرة الواحدة، مشاكل الأزواج والزوجات، ارتفاع نسبة الطلاق التي يتكلمون عنها اليوم، تشتت الأسر، ضياع الأبناء، هذه الإشكالات الكبيرة الكثيرة لو بدأنا بهدوء نتأملها، توافقوني أننا سنرجع في نهاية اليوم إلى أن الإشكالات الكبيرة والضخمة والعالمية والمحلية والاجتماعية والاقتصادية والأسرية ومشكلة كل واحد منكم، لو فكر سنجد أن هذه المشاكل ترجع إلى نفس الإنسان. السعادة والشقاوة، الفلاح والخيبة، الرضا والغضب، الحزن والفرح، الراحة والطمأنينة أو ضدها، الانزعاج والبؤس، مرجع ذلك كله إلى نفس الإنسان. ولهذا لما أقسم الله وتلاها الشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض، جعل منتهى الأقسام كلها، قسم بالإنسان ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما الذي ترتب على هذا القسم؟ ما جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تتكلمون عن سعادة، عن فلاح في الدنيا والآخرة، تتكلمون عن خيبة، تتكلمون عن ماذا؟ المسألة فيكم أنتم، في أنفسكم. لهذا نحن بحاجة إلى أن نجلس مع بعضنا البعض لنتأمل ونتفكر في سيرنا إلى الله. فرق كبير بين من يأخذ اللقمة وهو يريد من هذه اللقمة أن يحافظ على أمانة الجسد الذي ائتمنه الله تعالى عليه، بالحفاظ على هذه الأمانة أأكل لأتسبب في الحفاظ على هذه الأمانة. طيب ما نتشهى، ما نتمتع، تمتع تشهى، لكنك وأنت تتمتع تنوي عند أكلك لهذه اللقمة الطيبة التي ساقها الله لك، تنوي من ذلك أن تستخرج معنى الحمد من قلبك. يذكرون أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه لما سئل أتشرب الماء المبرد أو غير المبرد، كان بعض المتزهدين في عصره يتجنبون شرب الماء المبرد. المبرد قربة من الماء من الجلد، يرشونها في الخارج بماء تتعرض لمهب الريح تبرد قليلا، فقالوا تشرب ماء مبرد أو غير مبرد؟ بعض المتزهدين يقولون لا نشرب المبرد. قال الإمام علي بن أبي طالب بل أشرب الماء المبرد. قالوا لما يا أمير المؤمنين؟ قال لأنه يستخرج الحمد من صميم القلب. قال أنت في شدة الحر والصيف، أو تكون صائم وجاء وقت الإفطار، عندما يأتي ماء في شيء من البرودة مع شدة القيض والحرارة وتشرب الماء هذا الذي فيه برودة، كيف تشكر الله؟ الحمد لله. تخرج هكذا، شربت ماء فاتر أو دافئ، الحمد لله. قال أستخرج الشكر من صميم قلبي. هناك فرق، المسألة ترجع للإرادة، بين من يأكل طعاما أو يشرب شرابا أو يلبس لباسا ونيته من هذا الحلال الذي أخذ به أن يستخرج معنى الشكر لله من قلبه، أن يمتثل أمر الله بالمحافظة على الأمانة. هذا ماذا أراد من الطعام والشراب واللباس والبيت؟ ما مراده هنا؟ هو مريد، ماذا أراد بذلك؟ أراد الله، أراد رضوان الله. وشخص آخر أكل نفس الوجبة التي أكلها، نفس الطعام، لبس نفس مستوى اللباس، سكن في نفس مستوى البيت الذي يسكن فيه الآخر، لكن ما مراده من الطعام، من اللباس، من البيت؟ أراد بذلك مجرد التمتع، فقط ليتمتع. لماذا؟ فقط يريد يتمتع، ليس له هدف آخر غير أن يعيش هذه الدنيا، هو مقصور في نظرته أني أريد أن أتمتع. طيب ما الخطورة؟ ما الإشكال في أن الإنسان يريد أن يتمتع من هذه الحياة؟ قال لا، ليس الإشكال في أن يتمتع، الإشكال أن يفرط في أمانة الهدف الذي خلق من أجله وأصبح ليس له هدف من هذه الحياة إلا فقط يتمتع بالدنيا. طيب ما الضرر؟ الضرر ما ذكرناه اليوم من الخراب الذي يعيشه العالم، الذي يحصل اليوم من تدمير للأرض التي نعيشها، من إهدار لمقدرات الأرض التي نعيشها، من تباغض، من تحاسد، من حرب. مرجعه، سببه، أساسه أن الذين تناولوا الدنيا تناولوها فقط لإرضاء أنفسهم، والنفس فيها مشكلة، فيها عيب خطير، أن الإنسان
إذا تعامل مع متع النفس، مع مطالب النفس، مع ما تريده النفس فقط لأنه يستجيب لما تريده النفس، يقع في مشكلتين كبيرتين. المشكلة الأولى أن مرادات النفس لا تنتهي، هي تطلب شيء أعطيتها لأنها طلبت فقط امتثالا لأمرها، هي أرادت قلت حاضر، مرادك هنا نفسك، ما الذي ترتب على ذلك؟ أنها لن تكتفي، تطلب شيء ثاني، طلبت الشيء الثاني تطلب شيء ثالث، طلبت شيء أعطيتها الثالث تطلب منك الرابع، أعطيتها الرابع تطلب الخامس، ثم تصل إلى مستوى تفقد فيه هي التمتع التلذذ بهذا الشيء الذي كانت تتلذذ به، فتطلب شيء خارج عن إطار المعقول، تطلب شيئا خارجا عن إطار المرضي، تطلب شيئا خارقا لإطار العاد. ما الذي يجعل بعض الناس يخرج إلى 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 التدليس، إلى الغش، إلى الرشوة، إلى الربا، إلى المخالفة، إلى الإساءة إلى الآخرين، إلى ظلم الناس لأجل يحصل المال؟ ما الذي يجعله يفعل ذلك؟ استجابة لأن نفسه اشتهت زيادة، فهو يستجيب لشهوة نفسه إما في طعام وشراب ولباس أو التكاثر في المال، ألهاكم التكاثر، رغبة في الزيادة. فالمشكلة الأولى في النفس أنك مهما حاولت أن ترضيها لا ترضى، مهما حاولت أن تمتعها تطلب المزيد، إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. المشكلة الثانية في النفس أنك كلما أردت أن ترضيها سعدت سعادة مؤقتة، التذت في تلك اللحظة، ثم بعد ذلك تضمحل هذه السعادة مباشرة، تنتهي، تنتهي في الدنيا قبل الآخرة، يأتي وقت تنتهي لأنها تعلقت بسعادة أخرى. دائما السعادة في النفس وهم، مثل السراب، لا منتهى، لا تصل إلى حقيقته. بينما الذي ينتقل من مراد الدنيا، من أن يكون مريدا للدنيا إلى أن يكون مريدا للآخرة، مريدا لله عز وجل، يتمتع، هو يتمتع، يأكل طعام، يأكل طعام وأنواع من الطعام وأنواع من الطعام، يلبس مما يلبسه الناس، من أحسن ما يلبسه الناس، إن تيسر له سيلبس، يركب بالمركوب الحسن يركب، يسكن المسكن الحسن يسكن. طيب ما الفرق بين الاثنين؟ طيب الفرق في الدنيا أن هذا سيتمتع متعة حقيقية، لأن نفسه عندما تأخذ حظها من المتعة، الله تلذذ بالطعم هذا، بالأكل الذي أكله، قال الحمد لله الذي رزقني، الذي أطعمني هذا الطعام، شهد المنة لله، فوصل أنسه وفرحه ومتعته بالله، المتعة باقية عنده ما انتهت في حياته وبعد حياته، في الآخرة ستبقى، سيرى ثمرة الحمد عند وقوفه بين يدي الله، أنك حمدتني وذكرتني وشكرتني، هذا ثوابك، لئن شكرتم لأزيدنكم، سيتمتع في الدنيا وسيتمتع في الآخرة. الأمر الثاني أنه سيكون مالكا لزمام نفسه ولن يكون مملوكا لنفسه، تنبه لهذه المسألة. الذي يعيش وهو يتناول متع الدنيا المباحة لكن هو مريد لله وليس للدنيا، يعيش قويا بالله، مالكا لنفسه وليس مملوكا لنفسه. لو بدأت النفس تزيغ تطلب شيء ليس له، لا يجوز أن يأخذه، ليس من ملكه، ليس من 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 قدره، ليس من استطاعته، وبدأت تزين له، طيب ممكن تسرق، ممكن تغش، ممكن تخدع، قل لا، هذا لا يرضي الله، أنا مريد الله، أنا ما أخذت المسألة لمجرد متعتك، أنا أخذتها طلبا لرضوان الله، وهذا لا يرضي الله، إذا لا أعطيك هذا. يبدأ يقول لنفسه لا، وإذا ابتدأ يقول لنفسه لا خضعت هذه النفس، تنازع في البداية، سيأتي كلام إن شاء الله عن منازعة النفس ومجاهدتها في المجالس المقبلة، لكن في النهاية النفس تخضع، وإذا خضعت النفس بدأ هو الذي يوجه نفسه بأمر الله، فأصبح في حياته، في أيامه، في لياليه، في انشغال قلبه، في تفكيره، في همته، في مراداته، متوجها إلى الله، صار متوجها إلى الله، الأيام والليالي تزيده قربا من الله، ازداد قربا من الله، ازداد تمكنا في التعامل مع هذه الحياة. تأتي ساعة الوفاء التي لا شك ستأتي قريبا أم بعيدا.